هذا اليوم بقبول استقالة حكومة السيد عادل عبد المهدي وتكليف رئيس الجمهورية بتقديم مرشح بديلا عنه استنادا لأحكام المادة 76 من الدستور العراقي. وبما أن تحالف سائرون هو الكتلة الأكبر بناء على انتخابات عام 2018 والمعنية بتقديم المرشح لتشكيل الحكومة، وانطلاقا من توجيهات سماحة القائد السيد مقتدى الصدر أعزه الله بإلغاء المحاصصة الطائفية والحزبية، يعلن تحالف سائرون تنازله عن هذا الحق للمتظاهرين، لأن الشعب هو الكتلة الأكبر. وسوح التظاهرات التي قدمت فيها التضحيات هي الفيصل والحكم والحكم بتقديم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء. لذا نعلن أن مرشح الشعب هو خيارنا، وعلى رئيس الجمهورية مراعاة ذلك.